حصيلة سنوية ثقيلة لنشاطات المصالح العملياتية للأمن الوطني لسنة 2022 حملت في طياتها أرقاماً قياسية لقيمة المحجوزات من عقارات ومركبات ومنقولات، ومبالغ تمثلت في 1300 مليار سنتيم وتسعة ملايين أورو في إطار معالجة قضايا تخص الجريمة المنظمة والرشوة وتبييض الأموال. القضايا التي تم سردها يعني تكلمت إلا على يعني العناوين الكبرى، يعني سي ان لون كومبا كنو نون دمني جوسكو. أزيد من 95 ألف قضية تتعلق بالمخدرات سجلتها مصالح الأمن الوطني على مدار سنة كاملة، إضافة إلى أزيد من 7 ملايين قرص مهلوس ضبطت منها كميات كبيرة بالجنوب الكبير. بارابور سيزي اوبيري بار نو سيرفيس يعني لي غوس بور لي غوس كونتيتي اي سون توت اوبيري في السود. اي لي بوكو بلوز ايزي دو سيركولي في لي زون هادوك كايور. Donc ils arrivent à les faire rentrer يعني par des chemins détournés par voie terrestre. مجهودات مصالح الأمن الوطني امتدت لتشمل الجرائم السيبرانية التي مست بالأشخاص، النصب والاحتيال وبيع سلع محظورة عبر شبكة الإنترنت، بما يزيد عن 4700 قضية مسجلة، لتكون بذلك مصالح الأمن الوطني بمصالحها المتعددة العين التي لا تنام حفاظاً على أمن وسلامة الأشخاص والممتلكات.